المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم من الفضائية الشادية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. كل عام وأنتم بألف خير. احتفل اليوم المسلمون التشاديون كغيرهم من مسلمي العالم بعيد الفطر المبارك، حيث أدى رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو صلاة العيد بالمسجد الكبير للملك فيصل إلى جانب بعض أعضاء الحكومة والبعثات الدبلوماسية وأعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وجمع من المصلين. الزميل حسب الكريم محمد سعيد أبازين كان هناك وعد لنا التقرير التالي. بهذه التكبيرات استحل فجر العيد بحلة جديدة بحضور رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى البلاد وجمع من المصلين، مناسبة توجد بخطبة إضافية تناول فيها إمام الجامع الكبير للملك فيصل أحمد النور محمد الحيلو العديد من المواضيع، حيث تناول في ناصية خطبته أهمية المحافظة على القيم والأخلاق الفاضلة التي تحلى بها المسلمون خلال الشهر الكريم. ومن ثم تطرق الإمام إلى موضوع آخر لا يقل أهمية من سابقه، وهو وسائل التواصل الاجتماعي وما يثار بها من سوء تصرف ونعرات قبلية وغيرها. ومن هنا نقول أيها المسلمون، ما يجري اليوم بين أبناء المسلمين لا سيما الشباب منهم، ما يجري منهم في وسائل التواصل الاجتماعي كالإنترنت وغيره من وسائل الإعلام، ما يجري منهم في هذه الوسائل من هتك الأعراض وإثارة النعرات القبلية والجهوية، كل ذلك والله مخالف لهدي الإسلام. فإن الإسلام أيها الإخوة بطبيعته دين سماحة ودين سلام. في الوقت الذي خصص الإمام حيثا من خطبته للحديث عن الوطن والمحافظة عليه، مشددا على أهمية تدارك الوضع وصنع التاريخ بالمحافظة على الممتلكات العامة. هناك جانب من شؤون الدولة تسأل عنه الحكومة قطعا، وهناك جانب من شؤون الدولة يسأل عنه المواطن قطعا. الحكومة واجبها أن تسعى لتوفير حاجة المواطن في كل المجالات التي تتعلق بالحياة، وواجب المواطن المحافظة على ما توفره له الدولة من المكتسبات. وبطبيعة الحال لم تخل الخطبة من مواضيع أخرى متنوعة، ذكر فيها الإمام المصلين بخطورة استخدام المال العام في المصالح الشخصية، ضاربا مثلا بالسرقة الممنهجة للكهرباء والماء مؤكدا حرمة ذلك، ليتطرق بعدها لأهمية المحافظة على البيئة وغيرها من المواضيع، ولتختتم الخطبة بالدعاء والتضرع إلى الله. وعقب الانتهاء من أداء الصلاة صرح رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو للصحافة، فلنستمع إليه في ميكروفون الزميل حسب الكريم محمد سعيد أبازين. بمناسبة عيد الفطر المبارك، نتمنى لكل التشاديين وكل الأمة التشاديين وكل الآيلة التشاديين الصحة والسلامة وسرور كل البلد يعني الذي شاد، طوية الأمن والاستقرار يعني في بلدنا، طوية الوحدة الوطنية في بلدنا، وطوية تعايش سلمي بين الأديان وبين القبائل في بلدنا يعني بشري. فاليوم يوم كبير، يوم فرح لكل المسلمين سهل، لكن كل التشاديين نتمنى لهم الخير والعافية إن شاء الله. قدم اليوم أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وكبار المسؤولين بالجمهورية والدبلوماسيين والسياسيين والشخصيات المرجعية التهاني والتبريكات لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو رأس الدولة، وذلك بالقصر الرئاسي في العاصمة هنا في العاصمة أنجمينا. هارون أبا آدم والتقرير. كالمعتاد تبدأ مراسم تقديم التهاني والتبريكات رئيس الجمهورية في القصر الرئاسي بلقاء مع أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وباستطاعة
طبيعة الحال قدم رئيس المجلس الدكتور الشيخ محمد خاطر عيسى باسم المسلمين خالص التهاني والتبريكات لرئيس الجمهورية رأس الدولة رئيس الحكومة إدريس ديبي إتنو وأسرته الكريمة وحكومته، وتضرع بالدعاء إلى الله أن يمن على البلاد الأمن والسلام والاستقرار، وأشاد بجهود رئيس الجمهورية التي منحت البلاد مرتبة رفيعة على المستويين الإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى اليد الممدودة التي ساهمت في تحقيق الاستقرار السياسي، وناشد الحكومة وشركائها الاجتماعيين بالعودة إلى طاولة الحوار لإيجاد حلول ترضي الطرفين والشعور بالحس الوطني، وأكد استعداد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالعمل الجاد والسهر لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الذي ظل صامدا رغم التحديات والصعوبات التي تواجهه، وأن ذلك يؤكد عزمه الصادق للخروج بالبلاد من هذه الظروف الصعبة. ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم كل التوفيق والسداد في إدارة العملية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية من أجل نهضة تشاد باستمرار إن شاء الله. فقامت الرئيس إن تشاد أصبحت نموذجا يحتذى به في التعايش السلمي والحوار الديني بين جميع أتباع الديانات السماوية المختلفة لصالح الاستقرار في تشاد. والمجلس يؤكد لكم يا فخامة الرئيس، يؤكد لكم الشكر والامتنان لدعمكم السخي المستمر ماديا ومعنويا، حتى استطاع المجلس أن ينفذ برامجه الطموحة والكبيرة لصالح الوطن والمواطنين. أعانكم الله سبحانه وتعالى لخدمة البلاد والعباد، والله سبحانه وتعالى يحفظكم ويرعاكم. أما في خطابه فقد هنأ رئيس الجمهورية رأس الدولة رئيس الحكومة إدريس ديبي إتنو الشعب التشادي والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، وشدد كعادته على ضرورة التعايش السلمي بين الديانات والقبائل المختلفة من أجل الوحدة الوطنية، وأكد أن الجمهورية الرابعة التي احتفل التشاديون بميلادها هي السبيل الوحيد للجميع من أجل عمل فعال ودؤوب، وذلك للحفاظ على مكتسبات الدولة والمصلحة العامة أولا. وأوضح أن كل التشاديين في وعي تام بالظروف الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، ومن ناحية أخرى جدد حرصه على الإدارة الجيدة والشفافة لموارد الدولة واصفا ذلك بمطلب أساسي، وأيضا الشعور بالوطنية وبسط هيبة الدولة واحترام القانون. كل هذه القيم يجب أن تكون ثوابت ملزمة للتشاديين وحقيقة واقعية بشكل يومي. وأكد رئيس الجمهورية للمشايخ والعلماء أن البلاد والعبادة في حاجة لدورهم الهام الذي يقومون به في المساجد ودور العبادة عبر الخطاب الديني وجلسات الوعظ والإرشاد. وعقب ذلك استقبل رئيس الجمهورية التهاني بدءا من أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد ورئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبدي ورؤساء الحكومات السابقة ورؤساء المؤسسات العليا بالجمهورية والوزراء والنواب وأعضاء السلك الدبلوماسية المعتمدين لدى البلاد والضباط من قوات الدفاع والأمن وممثلي الطبقات السياسية والشخصية المرجعية وعدد كبير من المواطنين. وظل رئيس الجمهورية رأس الدولة رئيس الحكومة إدريس ديبي إتنو منشرح الصدر وبابتسامة توحي بفرحته العارمة بهذا اليوم العظيم والمقدس للمسلمين في تشاد والعالم الإسلامي. في خطاب للأمة التشادية أكد رئيس الجمهورية رأس الدولة رئيس الحكومة إدريس ديبي إتنو بأنه في وعي تام بمتطلبات الشعب المشروعة، وأن الجمهورية الرابعة كفيلة بأن تضمن للشعب أن ينال حقه، وأن وحدة التراب الوطني والتعايش السلمي ضرورة حتمية من أجل تحقيق مشروعات التنمية وأن تنهض البلاد في ظل الجمهورية الرابعة. من داخل القصر الرئاسي، هارون أبا آدم، تلفزيون تشاد. وبهذه المناسبة أعرب بعض المواطنين عن فرحتهم بتقديم التهنئة للشعب والأمة الإسلامية، وذلك على هامش الحفل الرسمي لتقديم التهاني برئاسة الجمهورية صباح اليوم. نتابع في ميكروفون الزميل هارون أبا آدم. بمناسبة عيد الفطر المبارك نتمنى للتشاديين العافية والسلامة والقوة بين التشاديين واقتصاد يعني الصحة الاقتصادية يعني في البلد. لو اقتصادنا ماشي عديل كل الآخر بيجي عديل، لو الاقتصاد ما ماشي عديل المرض والجوع والفقر والحال والعدب كله بطلف. يعني المهم يعني الصحة الاقتصادية
وبمناسبة عيد الفطر المبارك نقدم تحياتي لرئيس الدولة فقامة إدريس ديبي إتنو وللمرأة الأولى هند ديبي إتنو ولكل الشعب التشادين وكل الأمة المسلمية في العالم، ونتمنى الصحة والسلامة في البلد وفي العالم. أولا نهني لكل الأسرة التشادية بهذه المناسبة الكريمة بمناسبة عيد الفطر المبارك. نهني لصاحب الفخامة صاحب مفجر الديمقراطية السيد إدريس ديبي إتنو رئيس جمهورية تشاد وحكومته، كما نهني لكل الوزراء والمسؤولين الجو في الجمهورية الرابعة، لأن الجمهورية الرابعة يعتبر تباشير عشان نقدر نمرق من الدنقة اللي نقدر نقول قاعدين فيه. بالإضافة لده نتمنى من كل تشادي يكون هو رفاهية وإلى الآخر بمناسبة هذا العام الجديد. الشيء الجديد في هذا العام التبريكات اللي بقت من كل الشرايا المجتمع التشادي اللي قبل أيام بقت يعني تباشير، لأنه في انفراج الجانب الاقتصادي وإلى الآخر. بالإضافة لده أنه تشاد محتاج لناس، محتاج لخبراء، محتاج لناس يعني تقدر تقول عندهم الوطنية. عشان كده دائما الناس بتكلم عن الوطنية ونحارب الفساد وإلى الآخر. نحن طبعا نتمنى في السنة دي برضو نحن في حاجة ما ننصها، أن ناطقين بالعربية بصوت عالي بصوت عالي في تباشير كويس جدا، والخطوط الناس ماشيين، لكن دايرين من النظراء المسؤولين سفراء في الخارج الوزراء وإلى الآخر عشان ننتبهوا للنقطة دي، لأنه في شريحة كبير بقدر بمثل 60% من المجتمع التشادي الناطقين بالعربية. نقولوا كل عام أنتم بخير لكل الوطنيين التشادين، بس الإيد هو إيد وطني ناسيونال، ونتهيها للكوب البرزيدانسيال وتحية لكل التشاهدين، ونقول نتمنى يكون إن شاء الله حياة طيبة في سلام. نهني بمناسبة عيد المبارك عيد الفطر المبارك رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو والسيدة الأولى للبلاد هند ديبي إتنو وللأمة المسلمة، نتمنى لهم اليمن والبركات. نتقدم بالتهنئة الخالصة إلى صاحب الفخامة رئيس الجمهورية رأس الدولة إدريس ديبي إتنو وإلى حرمه هند ديبي إتنو وإلى الأمة التشادية والأمة الإسلامية عامة بهذا العيد الكريم، والشعب التشادي يستقبل هذا العيد بكل فرحة وسرور مثله ومثل جميع الشعوب الإسلامية. واليوم يعني صراحة يعني تشاد جميعها تفرح مثلها مثل بقية الدول، ونتمنى لبلدنا مزيد من التقدم والازدهار. أول عيد بعد انطلاق الجمهورية الرابعة، نتمنى إن شاء الله أن نأخذ العزم والجد والاجتهاد من أجل خدمة البلد والوقوف خلف القائد، نهضة بالوطن واستغلال الخيرات التي تزخر بها بلادنا لتصبح دولة غنية من الإمكانيات، لأنها تزدهر بالإمكانيات الكامنة وتحتاج إلى عقول وتحتاج إلى جهد من أبنائها. وإن شاء الله وطننا بخير، ونسأل الله أن يجعل هذا العيد عيد خير على البلد. شهر رمضان المبارك عديناه بخير الحمد لله بصلوات والتحيات. أتمنى للأمة الإسلامية وللشعب التشادي كل الرفاهية والتقدم والازدهار، ولكم أنتم رجال الصحافة والإعلاميين جميعا أتمنى لكم كل ما في قلبي، وأتمنى لوطني الحب والسلام والاستقرار. وبالعودة إلى القصر الرئاسي، دعا رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو المشائخ والعلماء للمزيد من العمل في المجال الديني لنشر الوعي في أوساط المسلمين من أجل الحفاظ على مكتسبات الدولة والتعايش السلمي. نتابع جزء من خطاب رئيس الجمهورية بصوت مترجمه الخاص في ميكروفون الزميل هارون أبو آدم. سي البريزيدون دي كونسيل سوبيريير دي زافير إسلاميك، ديستينغي ممبر دي كونسيل سوبيريير دي زافير إسلاميك، ميشيل فرير. السيد فضيلة الشيخ رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، السادة أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الأعزاء، أخواني الأعزاء، أود في بداية خطابي أن أشكر الله عز وجل الذي غمرنا بواسع رحمته خلال شهر رمضان المبارك. اسمحوا لي أيها الإخوة العلماء أن أعرب لكم عن امتناني للأمنيات الطيبة التي قدمتموها لي ولعائلتي المتواضعة وللجمهورية بأكملها،
وفي المقابل أقدم لكم أطيب تمنياتي بالمزيد من العافية والصحة والسلام الروحي للبلاد بأكملها أفرادا وجماعة. السادة العلماء المشايخنا الكرام، ليست هناك حاجة لمناقشة مطولة للوضع الاقتصادي والمالي لبلادنا تشاد. أنا مقتنع بأن كل عامل يعرف مختلف الحالات والظروف التي تواجه تشاد في السنوات الأخيرة. زول ما بعرف الحالة التي تمر بها الآن تشاد ما فيه، سواء كان عامل أو مواطن ساكن. أخواني الأعزاء، لهذا الشرط الأساسي للأمل، فمن الضروري إضافة عدد معين من العوامل التي تحدد وتساعد على تنمية بلادنا تشاد. أنا بالفعل أشير إلى الاحترام والصرامة في إدارة مواردنا المحدودة. إن اشتراط التحلي بالأخلاق الوطنية والجمهورية باعتبارها العامل الأساسي للتقدم يجب أن تكون سواد بت ملزمة لجميع المواطنين والمواطنات، كما ذكره هذا الصباح مفتي الجمهورية أنه انشغالاته التي اهتم بها هذا الصباح أنا أعتبرها انشغالاتي أنا شخصيا، لأن الشخص الذي لم يخاف لم يحترم أموال الدولة إدارة شؤون الدولة، الإنسان اللي بيعمل مثل ده هو بلا شك شخص ما بخاف لله ذاته. النادم اللي بخاف لله لازم بخاف أيضا للشيء لممتلكات عن الوطن وعن الدولة عن الشعب التشادي. من هذا المنظور يجب أن كافح الفساد بشدة وسوء الإدارة ونهب الموارد الأمن والفوضى بكل أشكالها. يجب أن تكون سلطة الدولة في هذا الصدد واضحة تماما وبشكل كامل. ستقوم الدولة بقوة بقمع وضرب بدون شفقة أو تهاون كل أولئك الذين يتصرفون ضد قوانيننا. في هذا الكفاح أنا أدعوكم كزعماء الدينيين أن تساعدوا الحكومة. أخواني الأعزاء، يجب أن تكون هيبة الدولة وسلطان الدولة واضح تماما حتى تقوم الدولة بقوة لكل ضد كل المخالفين، تقوم بحربة بقوة وبقمع بدون شفقة ولا رحمة لهؤلاء الذين يخالفون قوانين البلاد. وفي هذا الكفاح يتم أيضا طلب مساهمتكم وتدخل جميع القادة الدينيين. بصفتكم كقادة روحانيين سيكون عليكم القيام بالكثير من التربية الروحية والدينية من الأساس، وأنا أعلم أن قادتنا من الطوائف الدينية المختلفة يقومون بالفعل بطريقة رائعة جدا بهذا الأمل لتوعية المؤمنين بضرورة تبني السلوكيات الفاضلة والمدنية والحضرية. أخواني الأعزاء العلماء، أنا أقدر تماما وزن وحجم العمل الذي تقومون به في المساجد المختلفة. في خطبكم ومواعظكم كنتم تنقلون دائما رسائل الاستقامة الأخلاقية والسلوك الحميدة في الحياة الاجتماعية في بلادنا. إن مهمة الدعوة هذه ضرورية لنا جميعا ولتقدم بلادنا، لذا أدعوكم لمضاعفة جهودكم في السعي وراء هذه المهمة النبيلة والمقدسة بشكل بارز. سيد رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أخواني الأعزاء العلماء، قبل أن أختتم خطابي أود أن أتقدم إليكم بالشكر مرة أخرى على جميع الخواط والأعمال الجديرة بالثناء التي قمتم بها من أجل المصالح العليا والعظيمة لبلادنا تشاد. نحن دائما بحاجة إلى صلواتكم وابتهالاتكم ودعواتكم. لدي اقتناع عميق بأنه لا يمكن بناء أي عمل دائم وتواصل بدون طاعة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وبهذا أتقدم بالتهاني القلبية والصادقة والأمان الطيبة لجميع التشادين داخل البلاد
وأولئك الذين يعيشون في القارب في الخارج المغتربين، ولجميع المسلمين في إفريقيا وبقية دول العالم. وأشكركم وعن كل عام وأنتم بخير. Je souhaite une excellente fête de Ramadan à tous les Tchadiens de l'intérieur du pays et ceux de la diaspora. وفي الأقاليم احتفل مسلمو إقليم إنادي الشرق بعيد الفطر المبارك، حيث شهد مسجد إدريس دبيتنو بمدينة أم جرس صلاة العيد التي أما فيها المسلمين الإمام محمد فضل دارجي بحضور المسؤولين الإداريين التقليديين. تقرير حسن جد عمر. تختلف مظاهر الاحتفال بالأعياد والمناسبات الكبرى بالبلاد من منطقة إلى أخرى، ولكنها تتفق في العبادات كصلاة العيد هذه، والتي كانت فاتحة احتفالات سكان مدينة أم جرس حاضرة إقليم إنادي الشرق بعيد الفطر المبارك، حيث احتشد أبناء المدينة عن بكرة أبيهم منذ الصباح الباكر بمسجد إدريس دبيتنو لأداء الفريضة، وعلى رأسهم حاكم إقليم إنادي الشرق تيغن إدبي بردي إلى جانب المسؤولين الإداريين والعسكريين بالمنطقة، وهم يكبرون ويحمدون الله على ما آتاهم. أجواء إيمانية ظل فيها هؤلاء المحتفلين حتى مجيء الإمام وأداء الصلاة. بعيد صلاة العيد فقد شهد مقر الحاكم طابعا آخر بمناسبة العيد، حيث قدم فيه المسؤولون الإداريون والعسكريون إلى جانب الشيوخ التقليديين كل على هدى تحاني العيد للحاكم الذي هنأ هو الآخر باسمه وباسم رئيس الجمهورية جميع أبناء الشرق، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية. وفي نفس الإطار احتفل سكان مدينة أدري بعيد الفطر المبارك. محمد هارون أبو جرين يحدثنا عن المزيد. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بهذه الابتهالات والتكبيرات يودع المسلمون والمسلمات هذا اليوم شهر رمضان الكريم، شهر الصيام والقيام. هذا وأن مسلمي ومسلمات مدينة عدري حاضرة محافظة أسونغا على غرار دول العالم يحتفلون بعيد الفطر المبارك. وفي مطلعهم محافظ محافظة أسونغا محمد عبد الكريم علي أقبلوا إلى هذه الساحة لأداء صلاة العيد وسط جو مفعم بالفرح والسرور والتسامح بغية استقبالهم لهذا اليوم الأغر، حيث عم المسلمون والمسلمات فضيلة الشيخ رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فرع سونغا الشيخ محمد طاهر عبد المجيد. وبعيد أدائهم لصلاة عيد الفطر المبارك خاطب فضيلته المصلون بخطاب ضاف أكد من خلاله ما يتحلى به المسلم من صفات حميدة وأخلاق طيبة، وكذا زيارات وتسامح متبادلة بين المسلمين والمسلمات بهدف خلق جو من الود والاحترام، كما أشاد فضيلته على الدور المنول لفخامة رئيس الجمهورية إدريس دبيتنو في إطار تعزيز ودعم وتطبيق مخرجات منتدى الحوار الوطني في ظل نظام الجمهورية الرابعة. هذا وبعيد إذن توجه رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فرع سونغا فضيلة الشيخ محمد طاهر عبد المجيد وأعضاء المجلس والشخصيات الاعتبارية وعيان المنطقة إلى مقر المحافظ محمد عبد الكريم علي لتقديم واجب التهاني والتبريك لسعادته وأسرته والشعب بمحافظة أسونغا. وبعيدا عن الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، قدمت اليوم وزيرة المرأة وحماية الطفولة والتضامن الوطني جميلة بشر الكاتب بيانا حول إحياء الذكرى 28 للطفل الإفريقي، جزء من بيان الوزيرة. تلتهق دولتنا تشاد بجميع الدول الإفريقية غدا في 16 من يوليو لإحياء الذكرى 28 ليوم الطفل الإفريقي، وهكذا تحتفل الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي في كل عام بيوم الطفل الإفريقي في 16 من يوليو من أجل إحياء الرد الدموي الذي حدث في 16 من يوليو في عام 1976 في سيوتو بجنوب أفريقيا، وذلك ردا على الرفض التلاميذ نظام التعليم الأنصري المستبد. أعزائي المواطنين، هذا اليوم إن أحياء يوم الطفل الإفريقي في تشاد وفي كافة الدول هي مناسبة تساعد على الوعي الجماعي، وخصوصا فيما يتعلق
بحياة الصعبة التي يعيشها الأطفال بصورة يومية، ويهدف هذا لاتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم. وشعار هذا العام: لا تتركوا أي طفل في الخلف من أجل التنمية في إفريقيا. يأتي هذا الشعار متزامنا مع ميلاد الحوار الوطني الشامل الذي أنشأ من خلاله الجمهورية الرابعة، وببصيرة من فقامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، تعهدت الحكومة إزاء ملتزماتها من أجل ضمان بيئة تحمي الطفل. أتمنى عيدا سعيدا إلى جميع الأطفال الأفارقة، وخصوصا إلى جميع الذين يعيشون في بلادنا. وبالعودة إلى الاحتفالات بعيد الفطر المبارك وحول أجواء العيد بالمدينة، فقد تجول فريق من التلفزيون الوطني لرصد الأجواء، حيث كانت الزميلة ابتسام عبدالله موسى ضمن الفريق. عدت لنا التقرير التالي. يحتفل المسلمون في البلاد كغيرهم من مسلمي دول العالم بعيد الفطر المبارك. ولمعرفة أجواء العيد، فقد تجولنا في بعض أحياء العاصمة لأجل رصد الصورة العامة لأجواء العيد. هنا وفي هذا الهي نلاحظ أن المسلمين في هلة جديدة متجمعين في المساجد لإحياء السنة الشريفة، وهي صلاة العيد، رجالا ونساء وأطفالا، حيث يقوم المسلمون بزيارة الجيران والأقارب والأصدقاء لتقديم التهاني وتبريكات العيد. والله أنا نقدم كل شيء، نقول يعني كل سنة وأنتم طيبين للتشاهدين والتشاهديات، وحضرنا السنة المقبل إن شاء الله. سلمنا أبانا أخوانا وأنتم مبروك العيد السماء كمان أو كل ما تجعلنا الله يقدرنا لسنة آخر. نسلم بريزان إدريس ديبي، نسلم ماما هندا، نسلم آلة نتشاريين كله، نسلم إياني. أما العيد عند الأطفال حكاية أخرى، فتجدهم يتجولون من منزل إلى آخر للحصول على العيدية والمعروفة محليا ببركة العيد. عنينا اليوم ماشين نشيل من أهلنا بركة العيد، وماشين نفتح له ونلعب. فالعيد في بلادنا كاد له لذته وطعمه الخاص، إنه يوم ليس ككل الأيام، كما أن بلادنا كاد تتمتع بميزات اجتماعية قل ما تجدها في الدول الأخرى، والتي تتمثل في الكرم والجود والسخاء. نتمنى عيد سعيد للجميع. أنهى مدير المحطات الإقليمية بالإدارة العامة للإذاعة والتلفزيون عبد السلام محمد حجار زياراته التي إلى عدد من المحطات التابعة لإدارته، وكانت مدينة آتيا حاضرة إقليم البطحاء آخر محطة لزيارته. تقرير محمد طاهر جبريل الحر. زيارة مدير المحطات الإقليمية بالإدارة العامة للإذاعة والتلفزيون إلى محطة الإذاعة بمدينة آتيا البطحة تدخل في إطار التوجه الجديد للإدارة للوقوف على واقع المحطات الإقليمية وتطوير أدائها وتعزيز مقدراتها الفنية واللوجستية. وطاف المدير كل أقسام المحطة، حيث قدم له الفنيون شروحات وافية حول التجهيزات المستعملة والتي تحتاج إلى تحديثات نوعية لزيادة قوتها ومسافة تغطيتها. اليوم جينا هنا في آتيا لجينا شباب رجال جورناليست وتكنيسيا، عندهم نية عندهم شجاعية للخدمة، وخدموا ووصفوا الخدمة من سنين. كما سمحت الزيارة إلى السيد عبد السلام محمد عبد الرحمن حجار بالإطلاع على معظم الصعوبات والمشكلات التي تواجه المحطة، والتي تعظمت في الآونة الأخيرة لدرجة توقف الإذاعة عن البث. المشكلة الكبيرة هنا في آتيا لقيتا هي مشكلة هنا الإنرجي، وهم عندهم جروب يدور عدلين يدور غازوال يشرب كثير. إن شاء الله نودي المساج ده في نيفو ناسيونال هناك وبأسرع وقت يعني نهلو المشكلة هنا عند رجلها. وأضاف عبد السلام محمد عبد الرحمن حجار أن إدارته تعمل حاليا على إنجاز مشاريع متعددة بغية تزويد المحطات الإقليمية بأحدث التقنيات المتطورة في مجالات البث والاستقبال. وللتذكير، فإن المحطة الإقليمية للإذاعة والتلفزيون بمدينة آتيا البطحة أسست في العام 2010.
هكذا سيداتي وسادتي نأتي وإياكم إلى نهاية النشرة، شكرا لكرم المتابعة، دمتم في أمان الله.